بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم في الفيديو ده عن how to ventilate the patient. I think في الأول نقول ايه السيكل اللي حصلت في الريسبيراتوري فيلير. الريسبيراتوري فيلير أول حاجة كان في اتيولوجي عندي سواء بالمونري أو اكسترا بالمونري. الاتيولوجي ده عمل انكروشمنت على الريزيرف كاباسيتي بتاعة الريسبيراتوري سيستم، ده أدى إلى إن الريسبيراتوري سيستم بقى مش قادر تو ساتيسفاي البيزل بودي ميتابوليك ديماند. ظهرت في تشينج في الاي بي جي، ده اللي خلتنا نحط العيان على الفنتيليتور عشان نرجع الاي بي جي باك تو نورمال. معنى ذلك ان انا بخش اول حاجه ببص في ايتيولوجي، في الكومبنساتري او ريزيرف كاباسيتي بتاعه الريسبيراتوري سيستم حصل سم سورت اوف فيلير وذ برايمري او سكندري بروبلم، دي خلت يحصل في ابنورمال اي بي جي او كان هيحصل لو انا لحقت العيان. وبعدين بحط العيان على الفنتليتور عشان احافظ على بي ان الاي بي جي باك تو نورمال. وبالتالي انا هنا لما باجي اعمل فنتليشن للعيان بنقسمها، طبعا احنا بنقسمها على اربع مراحل. نمرة واحد start stage، نمرة اتنين stabilization stage، نمرة تلاتة management stage، والرابعة هي winning stage. طبعا احنا هنا اما بيجي نحط العيان على الفنتليتور وانا بحطه ببقى عامل في اعتباري هفصله ازاي وامتى. المهم قوي الفنتليتور ده مش treatment، ده bridge لغاية ما اصلح البروبلم اللي عندي سواء respiratory او اكسسوار ريسبيراتوري واشيل الفنتليتور ورجع العين كما كنت. So this is a bridge and not treatment. It's not a treatment. ده bridge علشان لغاية ما انا اظبط نفسي واصلح العيان، لان بحاول احافظ على ال اي بي جي سواء اوكشن او كامل السادة بي اتش كلوز تو نورمال عن طريق الفنتليتور سبورت. يبقى الستارت اول حاجة ببدا، بعدين stabilization العيان على الفنتليتور، بعدين بعد كده ابدا اشوف ايه المشكلة بتاعت العيان واحلها، بعدين بقدر افصل العيان. الستارت ستيج دي بتتفاد اول حاجه العيان ده خدنا قرار نحط على الفنتليتور نتيجه سام سورت اوف انديكيشنز، هتحط على الفنتليتور. فانت حاجتين هعملها، الحاجه الاولانيه بحضر العيان هحط له اندوتركيال انتيوبيشن. الاندوتركيال انتيوبيشن دي هل العيان ده هيستحمل اويك ولا رابيد سيكونس انتيوبيشن ولا هدي له مصر ريلاكسنت وسيديشن، تعتمد على الحاله بتاعت العيان. بعد كده بحط لحد واحد تاني هيحضر الفنتليتور، انا هحضر العيان احطه على الفنتليتور، وبعدين واحد بحضر الداتا على الفنتليتور. فهنحط الداتا على الفنتليتور. الداتا عندنا يوجوالي بتبقى بتتحط، والله اذا كنت هتحط العيان على فوليوم كنترول يبقى تاخد بالك تدى الفوليوم، يبقى هنحط 5 ml بكل جرام بودويت الايديال بودويت. الريسبيراتوري ريت بتاعي اذا كان هتبقى كنترول حصل على مثلا ريلاكتنت يبقى 12. الفلوريت اذا كان عندي فوليوم كنترول يبقى بحط 60 لتر بير مينيت. الاف اي 2 لازم يبقى 100%، مفيش عين اتحط الا على 100% في الاول، وبعدين بعد كده هنشوف هنظبط ازاي. لو انا حاطه على بريشر يبقى اللي عندنا الانسباتي تايم بيبقى 1 سكند. البي ماكس بتاعي احطه على لو كان عندي هحطه على فوليوم، لكن لو حطيت على بريشر كنترول حط 10 15 ناخد بالي من البلاتو بريشر. لو انا حاطه على فوليوم اقل من 30 التريجرنج فاليو بتاعته 3 سنتيمتر او 3 لتر بير فولت بمنت. البي بتاعي بيبقى 5. دي الداتا اللي بنحط فيها العيان، بعد كده هبدا اظبط الداتا، لكن الحاجه دي لازم تتحط في الاول. بعد 20 دقيقه، 20 دقيقه بيسموها الرينزنج تايم اللي بيحصل فيها ستابيلايزيشن. ستابيلايزيشن تبقى ستيدي ستيت، العين دخل في ستيدي ستيت بالنسبه للستور بتاع الاوكشن والستور بتاع الكربون دايوكسيد، سنترال ستور بريفرال ستور، بحيث لما اخد الداتا يبقى دي الداتا دي كونفيرمد ومش متغير. بعد كده الستيج الثانيه الستابيلايزيشن، انا اخدت بلاد جاس من العيان وهبدا اشوف اظبط بقى حسب انا محتاج تدا الفوليوم يزيد تدا الفوليوم يقل الريسبيراتوري يزيد الاف اي يو هبدا اعمل ايه. فابدا ابص في الحاجات دي كلها، هناخد الاوكشن بتاعي ابدا الاوكشن بتاعي اقلله لان انا التارجت بوينت بتاعتي ان الاوكشن بتاعي ما يبقاش فوق 60% عشان ما يحصلش حاجه اسمها ديفيوزال دوران دامج. الحاجه الثانيه انا بحط الليست اف اي او 2 عشان اخد الساتوريشن بتاعتي 95 98 مش محتاج اكتر من كده. وبالتالي تبقى كل قضيتي ان انا بقلل وبقلل بالتدريج، هقلل 10 20 كل تلت ساعه واشوف
مع بعض، او لو انت شايف الكلينيكال ان العيان ده اللنج ما فيهاش مشاكل انزل على 50 وشوف ايه اخبارنا، ما عندك البلس اوكسيميتر وشوفه، وبعدين تبدا تتحرك معاه. بعد كده طبعا في حاجات لو الاوكسجين بتاعي فيه مشاكل، في اذر لوت اوف مانوفرز بنبدا بنعملها، بس دي بعدين في محاضره ثانيه. ريكروتمنت والبرومبزيشن ومالتيبل ساورنج بسيديشن، ده كلام ثاني. بعد كده الكربون دايوكسيد، انا هظبط الكربون دايوكسيد. الكربون دايوكسيد ده بيعتمد على المينيت فوليوم، والمينيت فوليوم بتاعتي يبقى عندي في الاسبيراتوري التايدال فوليوم. التايدال فوليوم ده بحطه عندي بالنسبه للكام فوليوم كنترول، ده انا بحطه بس اخد بالي من البلاتو بريشر ما يبقاش عند ال 30 او 35. التايدال فوليوم بالنسبه للبريشر كنترول بطلع وبنزل بالبريشر، البريشر اللي انا حاطه الدرايفنج بريشر لا 5 لا 10 لا 15 20، ده ببدا اطلع وانزل بيه علشان احدد. والريسبيراتوري ريت عندنا بعد كده هنتعلم على حاجه اسمها الاكسبيراتوري تايم كونستنت، بقى عندي في ماكسيمم ريسبيراتوري ريت ما تزيدش عنه. ببدا احط العين، انا بحط العين على 10 15 20، بعد كده ابدا اظبط نفسي ونشوف ايه الحاجات اللي احنا بنعملها. برضو احنا بنحط العين على البريشر او على التايم، ناخد بالنا كيب ان اي على الانسبيراتوري، سبيشالي لما تكون حاطط العين على البريشر كنترول بحط الانسبيراتوري تايم بحيث الفلو بتاعت الانسبيراتوري يوصل لزيرو. التايدال فوليوم برضو بالنسبه للفوليوم كنترول برضو حط التايدال فوليوم بتاعي، بحط الانسبيراتوري تايم في حدود 1 سكند. الكربون دايوكسيد ستابلايزيشن دي بنبدا ممكن نظبطها في حاجات بسيطه قوي. انا عندي في القاعده بتاعه البشره بشرب كربون دايوكسيد الارتيريال بتساوي الكارديك اوت بوت، الكربون دايوكسيد اوت بوت على التايدال فوليوم ناقص الديد سبيس في الريسبيراتوري. طب انا هنا دي الحاجات اللي مش يعني مثلا قست البشره بشرب كربون دايوكسيد، وادي الكربون دايوكسيد اوت بوت عباره عن 240، وال على ده الكربون دايوكسيد اوت بوت على في البارومتريك بريشر على التايدال فوليوم ناقص الايه الديد سبيس. انا هنا هقدر اعرف لما اجي اعملها في حاجه اشوف ده الاكتوال، عاوز اشوف الحاجات اللي انا عاوزها. لو مثلا الكربون دايوكسيد بتاعت الاكتوال بتاعت العيان ده 60 كربون دايوكسيد ودي الداتا بتاعته، او ما والله طب الاكتوال دي الميجرد بتاعتي ادي 60 في التايدال فوليوم في الريسبيراتوري، انا عاوزها ايه تبقى 40، يبقى 40 هنسيب الريسبيراتوري زي ما هو، يبقى التايدال فوليوم قد ايه. اقدر اعرف التايدال فوليوم بتاعي اللي انا وما اظبط التايدال فوليوم، هظبط التايدال فوليوم بتاعي لو انا حاطه على فوليوم كنترول، او لو حاطه على بريشر ابدا اطلع وانزل بالبريشر عشان اظبط التايدال فوليوم بتاعي. يبقى اذا دي سهل قوي ان انا اظبط امبيريكالي، بس الاول اخش على المعادله دي عشان اقدر اظبط اشوف انا محتاج قد ايه. سمتايمز بيبقى نحسبها لو كان في تشينج في الكربون دايوكسيد، احسبها ان عندي كل بشر كل 10 ملم مركري في الكربون دايوكسيد بتعمل تشينج في البي اتش 0.08، برضه نفس الحكايه سبيشال لما يكون عين في سي او بي دي. السي او بي دي انا المشكله عندي في السي او بي دي انا ما بظبطش الكربون دايوكسيد، انا برجع بالبي اتش بتاعتي كلوز تو نورمال، فالبي اتش بتاعتي بقت اب نورمال برجعها للكلوز تو نورمال. عندي مثلا لو الكربون دايوكسيد بتاعتي هي البي اتش بتاعتي كانت بقت 7.8 والكربون دايوكسيد 80، في الحاله دي انا عاوز ارجع البي اتش مش هرجع الكربون دايوكسيد، ما اعرفش الكربون دايوكسيد بتاعت العين كان كام، فرجع البي اتش، هرجع البي اتش كام؟ 7 مثلا 0.36، 7.36 الفرق بين الاثنين 0.16 0.16، انا عندي القاعده بتاعت كل 10 بتعمل 0.08، كل 10 تعمل 0.08 يبقى 0.16 بتبقى كام؟ يبقى 20. يبقى زي ما معنى ذلك ان انا عاوز اطير 20، طير 20 من 80 يبقى 60، يبقى انا عاوز اوصل للكربون دايوكسيد بتاعت اجي على المعادله الثانيه البشر بشر كربون دايوكسيد تساوي الكربون دايوكسيد اوت بوت في المعادله اللي احنا كنا عاملينها دي، ادي على يبقى ده بتساوي ده على ده، وبالتالي اقدر اخش انا يبقى ده الميجر ده في ده في ده يساوي، وبالتالي اقدر اشوف ان الايه اقدر اظبط الكربون دايوكسيد بتاعي تاني. نخش بعد كده في المانجمنت ستيج، احنا ظبطنا الاكشن والكربون دايوكسيد والبي اتش. المانجمنت ستيج بقى خلاص انت بعد ما ظبطت الداتا تبدا تشوف ايه المشكله اللي عند العيان، يعني عنده نمونيا هندي له انتي بايوتيك، عنده بالمون امبليزمنت، عنده هارت فيلير، كان سيفير هايبرتنشن، عنده بالمون القديمه، ابدا اعالج كل حاجه الاتيولوجي. اما بعالج الاتيولوجي ببدا ارجع تاني اشوف ده اذا كانت العمليه امبروف اكسا بالمون فاكتورز، حاجات تانيه بتبقى في الجانب سبيشالي لو كان العيان قاعد على البنتوز مده طويله، باخد بالي من النيوتريشن، الكات باسكت بروبلم، الالكترولايتس، البودي هوميوستيزس كلها ببدا اشوف كل حاجه سواء ميتابوليك او اندوكراينال، ابدا ادور على المشاكل في العين اللي ممكن تبوظ عمليه فصل العيان.
الاسباتو سيستم انا كل بدور عليه بعد كده ان العين بتاخد نفسه كويس، فبندور على الاتيولوجي. والله اذا كان في نمونيا بعد كده الحاجه الثانيه قلتها، بعد كده ببدا نقيس على الحاجات الثانيه عشان اقدر افصل العيان. بنقيس عندنا الاسباتو ريزيستنت، اكسبيراتو ريزيستنت، كومبلانس بتاعت اللانج بتاع العادي كلها، وابدا اقول والله العيان. وعندنا حاجه اسمها الاكسجيشن اندكس، الحاجات دي كلها ببدا اشوفها، وبحيث ان العيان الحاجات دي تبقى كلوز تو ذا نورمال. يبقى في الحاله دي ابدا اظبط الفنتليتور عشان اظبط العيان. بظبط العيان دي ستيج اوف ويننج. انا بتبقى حاجتين، نمره واحد ويننج تقصد نقص بلحاجتين ان انا افصله من الجهاز، نمره اتنين ان انا اشيل الاندوتركات تيوب، وبالتالي هبدا ارجع تاني هواي تو وين. انا ليه هفصل العيان؟ لان الكوز بتاع الريسبيراتور فيلير اوريدي اتعالج خلاص، نو مور او حاجه تيرمنت. نمره اتنين اللنج بقت الريزيرف كاباسيتي بتاعتها زادت، بحيث النهارده انا مش محتاج الفنتلات سبورت بقى قليل، والباقي كل العيان هو اللي بيقوم بيه، وبالتالي العيان بيقوم بيه انا الفنتلات سبورت قليل خالص، والتدر فوليوم بتاع العيان كويس، سباتريت كويسه، البلاد جاز كلوز تو نورمال، وبالتالي اقدر افصل العيان. ثانك يو.